طبعا أنت في إشارتك في المنشور الأخير وحتى في الجواب الأول على أن رياض محرز من خلال هذه المبالغ التي تطرح لضمان انتقاله يثبت مجددا بأنه لاعب غير عادي، في إشارة إلى بعض المحللين الذين قالوا بلي محرز لاعب عادي. وحتى غوارديولا اليوم حفيد في تصريح للصحافة البريطانية يقول بأن محرز لاعب جيد وسنحاول من أجله مرة أخرى في الانتقالات الصيفية. يعني هذا غوارديولا اللي عنده 14 لقب مع برشلونة وثلاث ألقاب مع البايرن ورايح في لقب جديد مع مانشستر سيتي، وليس مثل المحلل الرياضي اللي قال بأنه رياض محرز هو لاعب عادي جدا. لاعب غير عادي يا قادة، لا يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بذلك الشكل، ولا يفوز بلقب أفضل هداف، ولا يفوز بلقب أفضل لاعب، ولا يطلبه غوارديولا، ولا يطلبه كلوب، ولا يطلبه كذلك أرسن فانجير، ولا يصر عليه كلود بويل على بقائه في نادي ليستر. اللاعب العادي لا تتحدث عنه الصحافة البريطانية بالشكل الذي تتحدث عنه اليوم. تعرف يا قادة بأننا نحن معربين وفرنكوفونيين، لو تعرف ولو تسمع ولو تتابع ما يتداول في شبكة التواصل في بريطانيا مثلا أو في وسائل الإعلام البريطانية، من يقول بأن رياض محرز هو لاعب عادي، أنا متأكد بأنه سيصاب بالجنون عندما يقرأ ويفهم ويسمع ما يقال ويصار عنه من لاعبين أيضا غير عاديين بالمفهوم المتداول عندنا، لاعبين ومحللين ومدربين غير عاديين فعلا، لأنه الذي يتحدث على لاعب بهذا الشكل وبهذا الجنون هو فعلا إنسان غير عادي. عندما يقول بأن رياض محرز غير عادي أو عندما يتحدث عنه بهذا الشكل، ما يصار شوف فقط في وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، صدقني يا قادة ممكن أن تلقي نظرة لمدة 5 أو 10 دقائق عن المتداول تفهم بأن الأمر يتعلق واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا. لماذا نصر نحن على مغادرته؟ نعم لأننا جزائريين ونريد أن يلعب في نوادي أفضل، ولكن عندما تلعب في نادي أفضل يا قادة وتكون لديك القدرات هذه القدرات ستتضاعف، لأنك تلعب في فريق يسمح لك بالتألق، كمن يعمل في قناة تلفزيونية محترمة ومن يعمل في جريدة محترمة. أعطيني أي صحفي ويلعب في ويشتغل في جريدة عندها 100 قارئ وعندها انترنت ضعيف جدا، هل 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 يظهر اسمه حتى مهما كان؟ ولكن في كرة القدم النادي والمدرب الذي يشرف عليك مهم جدا أن تلعب فيه لتتضاعف أسهمك وتتضاعف قيمتك وتزداد أيضا يزداد أدائك رونقا وبراعة. وطبعا من التعليقات الطريفة على الفيسبوك لما يقال بأن محرز راوغ الجميع ولم يستطع مراوغة فريقه حتى ينتقل من ليستر، وسليماني لم يراوغ أحد في الملعب ولكن انتقل إلى فريق آخر إلى نيوكاسل. حفيظ الآن رد عليهم سليماني قال لهم هذا دليل على أن اللعب بالرأس هو أفضل من اللعب بالرأس هو الأحسن، صح. طيب سؤال سريع أيضا حفيظ الدراجي حول هذه مش حاب نقول ظاهرة جديدة، وهي انتقال لاعبين جزائريين إلى الدوري السعودي، آخرهم عبد المؤمن جابو إلى النصر السعودي. هل تراها ظاهرة عادية مفيدة للاعب الجزائري تحديدا لما يكون واحد كما جابو، أم أنها تفسر ربما أن الدوري السعودي يعيش ربما أوضاعا مالية صعبة، فبدلا من اللاعبين البرازيليين والأرجنتينيين التفتوا إلى لاعبي شمال إفريقيا؟ نعم، بعض الكثير من الخليجيين فهموا بأن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، طبعا فهموا بأنهم قد يجدون لاعبين يستحقونهم في شمال إفريقيا وفي الجزائر بالضبط بأسعار تختلف عن الأسعار التي يقتنوا بها لاعبين من البرازيل. أعتقد بأن التواجد جابو عادي جدا مفيد بالنسبة إليه، وقد يكون مفيد أيضا بالنسبة لفريق ستيف في سنه يعني، ولكن لو بقي لاعبا دوليا أعتقد بأن هذا لن يفيده كثيرا. لاعب مثل جابو لاعب متمكن جزائري متمكن ومتميز، عمره 25 سنة، لا أنصحه بأن يتنقل إلى الخليج. عندما يفوق 35 من العمر قد يكون ذلك نافذة بالنسبة إليه لكي يستفيد ماديا، وتستفيد أيضا النوادي من الناحية المادية، ولو أنه حتى الأمور المادية التي
كان يستفيد منها اللاعبون في زمان. اعتقد بانها في ظل الازمه الماليه الموجوده اليوم على مستوى نوادي الخليج، اعتقد بانه بعض اللاعبين وجدوا متاعب وصعوباتهم، كذلك لديهم 5 أو 6 أشهر لم يتقاضوا رواتبهم. ولكن تقول لي كل هذا، رغم كل هذا يبقى وانه افضل من الدوري الجزائري، لانه يعني الدوري السعودي اقوى وافضل من الدوري الجزائري واكثر اثاره وفيه متابعه اعلاميه اكبر وجماهيريه كذلك اكبر، في ظل المتاعب التي يعرفها تعرفها الكره الجزائريه.